مين كان جنبك؟ مين؟ أختي ميسة. بس وحدة؟ أنا أول مرة أحس بشعور الفقد كان بسبب العدوان الإسرائيلي. ما فقدتش واحد أو اثنين ولا حتى ثلاثة، فقدت 22 شخص مرة واحدة. عمارتنا تحتوي على أهلي، ماما وبابا، ثلاث أولاد وبنتين، الجد والجدة كبار سن، أطفال، طفل رضيع. أنا لسه ما استوعبتش إني حتى أفكر، ما كانش معي وقت أفكر. أنا كنت تحت، كلنا كنا تحت. تحت الأنقاض، مين هلأ قاعد بيعاني زي من أهلي؟ مين هلأ فقد الوعي؟ مين صاحي؟ مين بيصرخ؟ طب ممكن حد فيهم استشهد معقول؟ وكنت دايماً بحاول أستبعد الفكرة إنه لا، يعني لا، هيني أنا لسه موجودة، أكيد هم بتنفذ بحاولوا زيي. 12 ساعة، هذول 12 ساعة للأسف يعني أغلبهم كنت صاحية وواعية، يعني للأسف أنا كنت بتمنى أن أكون فقدت الوعي. كل اللي كنت بفكر فيه إنه مين طلع غيري، مين قبلي، مين بعدي، مين ضايل. وكان عندي إحساس قوي إنه أنا آخر حد ضايل. يعني للأسف إنه أنا وقت ما فتت المستشفى أهلي دقايق وهم طلعوا على الجنازة إنه يندفنوا. يعني أنا هلأ بحكي لهم إنه أنا ما شفتهم. يعني أنا كنت واعدة أهلي كلهم يعني بيستنوا تاريخ معين إنه أنا هتخرج وحيحتفلوا فيا. فقررت إني أستمر وقدمت رغم كل الأشياء المأساوية اللي كنت بمر فيها حرفياً. اجتزت الامتحانات وتخرجت. تمام، هي الفكرة بإنه تخرجت، إنه لمين بدي أحكي إنه أنا تخرجت. فكان يعني كل الوعود والاحتفالات المنتظرة، ونقدر نحكي الفرح المنتظر، تلاشى. يعني أنا رحت على المقبرة عشان أحكي لهم أنا تخرجت. أرسم أشياء يعني جميلة، يعني رسمت بحر، نوارس، أشياء بتعبر عن الحياة. أما ما بعد العدوان هلأ برسم أشياء بتعبر عن الموت، عن الحرب. أنا رسمت لأنه كان لازم قضيتي تنتشر، لازم صوتي يطلع. أبرز لوحاتي وأقصاهم بالنسبة لي كانت لوحة أهلي. اللوحة هاي يعني إلها صورة من سنة واحدة بس، كان إلها ذكرى سعيدة، كان تخرج طاهر الله يرحمه. الأشخاص اللي فقدتهم صاروا هلأ يعني أواعي فارغة. أنا صرت هلأ بخاف من شكل الأواعي الفاضية، كتير مؤثرة بالنسبة إلي، بقدر أحكي إنها ألوان ودموع اختلطت فيها. أما هاي الرسمة، هما بفكروا إنه أزالوا الركام يعني من فوقي، وإنه تمام أنا هلأ طلعت عايشة ومنيحة، بس أنا ما زلت جثة. يعني هما كيف حيقدروا يزيلوا الركام اللي هو قابع في داخلي؟ كيف حيزيلوا ذكرياتي وكل إشي سيء أنا شفته؟